ايه طيب لامتى بتضل هيك؟ ما تضغط عليها، تعبانه شوي بكره بترتاح. يعني في امل تطلع من هي الحاله ولا لا؟ في شيء بالحياه اسمه العادي، بكره بتعود. والله يا بابا هي القاعده بتمشي مع كل الناس الا مع ماما. ايه قاعده تعود والزمن الكفيل بالنسيان. وليش بقى؟ يعني كل هالسنين وما قدرت تنسى قصتها مع ابوها خلدون، حياتها الطويله معك ومعنا، شغلها ومشاريعها وكل هالرفاهيه، كل هاد وما قدرت تنسى؟ انه مش معقول. بابا وامك انصدمت والصدمه عمل فيها هذا الشيء. اهلين ماما. لوين راحت؟ اكيد على الشغل، ما شفتها حامله الشنطه. بابا بدي اطلب منك طلب. اطلب. بتمنى ما تكره اسمي او تربطه باي حدث تاني غير حدث ولادتي. يعني وقت اجوا وقالوا لك مبروك اجاك سامي ابو سام. اكيد لا. يعني بتقدر؟ لك شو بقدر، انت ابني وحبيبي وجزء من روحي، انت حامل اسمي كمان. الله يخلينا اياك بابا. انا كمان بدي اطلب منكم طلب. تفضل بابا. ما بدي اياكم تنظروا لامكم نظره مش منيحه. امكم حبت حب حقيقي، والحب الحقيقي بالنسبه لالي طاهر ومقدس، حب ما في اي متاجره ولا اي مصلحه. الحب الحقيقي هيدا هو اللي عمل فيها هيدا الشيء. هي بس مشاعر ابو لخلدون ما كانت مشاعر حب حقيقي اتجاهها. مش مزبوط بابا، هو كمان حب حب حقيقي، والا ما كان رح طلب ايدها من اهلها، بس الظروف ما سمحت انهم يكفوا. انا بدي اطلب منكم انكم تضلكم تحترموا امكم وتقدروها، وهذا الشيء فرض عليكم. اكيد بابا. يلا شو؟ ما توصي حريص بابا. طيب انا بدي اقوم غير ثياب وانزل على عيادتي. انتم مش رايحين على الجامعه؟ بلا بابا طبعا. والله قوموا غير ثيابكم. يلا يلا يلا. هذا مش ابني. إيه ابوك شو عم يحكي على امي؟ لك مجنونه انت؟ قسما بالله ما حكى ولا شيء، بالعكس حتى امبارح فات لعندي على الغرفه كان عم بيقول لي اوعك علاقتي القديمه بامي، يا اما لحبيبتك تاثر عليكم بشكل سلبي يعني. واذا بدك حكى لي قديش كان بيموت عليها لامك وقديش بيحبها. بس طبعا يعني ما مشي حال لانه كانت ظروفه الماديه كثير سيئه، فكان مستحيل يصير اسمه ونصيبه. هلا بتعرفي شو؟ ما بعرف، هلا يبدو هو صار عنده مثل رده فعل، يعني صار بده ينتقم من المجتمع ومن العالم، فراح باتجاه الزواج التقليدي اللي هو بلا مشاعر وحب، هدف المصاري بصراحة. بس لكن ماما عن جد بتموت عليه. خلدون؟ هلا لو امي وابوك تزوجوا مين كان رح يكون اخو الثاني؟ يعني انا كنت رح اكون بنت ابوك، ولا مثلا انا بنت ابي وانت ابن امي؟ لك يا حرق ديبك قسما بالله فوتيني بألفين حيط. هلا اسمعي اسمعي لقلك، امك شو وضعها؟ يعني لانت شوي ولا شو؟ لا والله. هلا انا بدي اسالك سؤال. ايه شو؟ انت مقتنع انه نحن اذا تزوجنا رح تكون حياتنا هيك طبيعيه ما فيها مشاكل بعد كل هدول القصص اللي صار؟ يعني انا برايي ايه، اكيد رح تضل طبيعيه وما فيها مشاكل اذا نحن حاولنا نحافظ عليها. طيب يلا قوم خلينا نروح على البيت احسن شيء. لك صحي؟ على امبارح ماما كانت عم تقول لي انا مستعده اروح لعند حماتك واقطعها توافر. وانت حضرتك دغري عملت لماما حماتك؟ يا حماتي، ليش ما انا حماتي؟ ايه قوم 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 وادعي لربك ليل ونهار تصير حماتك. والله يا حبيبتي انا عم بدعي ليل ونهار ان شاء الله بتزبط، عم بعمل اللي علي. قومي. يا ربي دخيلك، ليش حطيتني بهالموقف؟ ليش؟ والله صعب علي كثير، صعب علي أحرم بنتي من فرحتها.
مثل ما أنا انحرمت، وصعب علي كمان أرجع أشوف وجعي وضل بموضع شك من أهل صغري وزوجي وولادي. ليش رجعت؟ ليش ما أجيت وقت كنت عم بنترك؟ يا ترى لسه بحبني مثل أول؟ يا ترى بس يشوفني رح يعرف إنه بعمري ما حبيت غيره؟ هيك يا سام، أنا كنت ناطرتك وأنت كنت غرقا بالعسل والمصاري. تفضل. مساء الخير. مساء النور. فينا نحكي شوي؟ عادي عادي نحكي. ماما انت ليش مصرة تمشي الماضي وتخليه يعيش معنا؟ والله حرام، حرام مشانك ومشان بابا، مشاني انا وسام. انا ما انا بشتي الماضي، انت جبتي لي على هون لبيتي بوقت انا كنت دافنته نسيانته. يا امي انا شو ذنبي؟ انا شو بيعرفني بكل هاي القصه؟ انا ما اخترت اني حبه لخلدون، وانت حبيتي وبتعرفي، بتعرفي انه الحب ما بيجي خيار، الحب بيحتل الواحد غصبا عنه. بعرف. لكن ليش ما بدك توقفي معي؟ ماما بيهون عليك يكرر تجربتك وعيش حياتي مع واحد ما بحبه. ضل طول الوقت عم بستجمع قواي بس لورجيه اني مبسوطة واني بحبه وانا مو هيك. طول عمري كنت أحلم إني أكون مثل كل البنات، إني لما أحب واحد ويحبني تكون أمي رفيقتي وسندي وتدعمني لحتى أكون معه. ليش بدك تحرميني من هذا الشعور؟ بهون عليكي. وأنت كمان ما لازم يهون عليكي، لأنه أمك تعيش عمرها مكسورة قدام بيت حماكي. يا أمي ليش لتنكسري؟ بالعكس، هي فرصتك لتواجهي. هو خيبك وتركك وراح تزوج، هاي فرصتك انتي بتقلي له انا هون ما نطرتك، تزوجت جبت ولاد وعشت حياتي، زوجي بحبني وانا بحبه. واجهي ماما، واجهي بقوة، لانك انتي قوية كتير، موقفك قوي، وضعك الاجتماعي والمادي قوي. بالعكس هروبك هو اللي بيعني انك ضعيفة ومكسورة، هذا الشي اللي بيرضي غروره، بيخليه يسجل موقف بطولة قدام العالم ويقول ليك يا حرام لساتها بتحبني ما قدرت تشوفني ولا تواجهني. على فكرة ماما، بارح أبوها خلدون حكى معه على انفراد وقال له أنه هو كان يحبك كتير وأنه كل شي عمله كان ردة فعل، تحمل مرته كل هالعمر بس مشان يصير معه مصاري وينتقم من الفقر، لأنه الفقر كان السبب الوحيد اللي خلاه يخسرك. حكم الهوى وشرط غيم تشري، حكم الهوى وتفرقوا الحياة.